تحت كيكون البلو كاين ينزل كيما نحب انا الحمد لله. ويت كات فيتاس 10 خلي روح دمي سبات وريا. شوف هنا واش يزيد لكم دمي اروح لي هنا مرة لا لا قديسية موش تتكي عليه هذه الدورة مقدمة إلى عدة محترفين بالجمعية ومشاركين في عدة تخصصات منها كرة القدم، الرياضات القتالية، الرياضات الجماعية. هذه الدورة من أجل الاستفادة ورفع المستوى العلمي للمشاركين في المجال الرياضي. حبينا من خلال هذه الدورة رفع مستوى المدرب والمعد البدني المحلي وخاصة هنا في ولاية جيجل. جبنا لهم أجهزة كل هدف منها هو كيفية إجراء الاختبارات، كيفية إجراء مختلف اختبارات الوظائف الحركية، أيضا اختبارات لقياس مختلف القياسات الأنتروبومترية والبيومترية. غادي نشوفو البريباراسيون فيزيك مودال بارابور شي اللي كنا نشوفوه مع البريباراسيون هذه حاجة خلاص جدد. الحمد لله. حاجة واحدة أخرى ثاني في اللي بيت على الفورماسيون هذه أنك ثاني كيفاش تجي لونطريمون تاعك تاع بار كونتر كيما كان أنا قلت لك أنا مثال بريباراسيون مودرن الشيء اللي كنت تشوفه من قبل مع البريباراسيون هذه الجديدة شغل كيفاه تتحكم في لاشارج وكيفاه حتى كيما قاعدين نشوفوا حنايا ثاني الماتريال